اللي موجودة في المعمل تجربة البندول المركب، نفس فكرة العمل بتاعة البندول البسيط، لكن بتبقى القرايات اللي موجودة فيها بتبقى مور اكيوريت من التجربة بتاعة السم البندلوم. فعندي نفس الهدف، عايز اطلع قيمة عجل الجاذبية الأرضية، لكن دلوقتي باستخدام باي يوزنج البندول المركب. ففي عندي برضو إثبات في التجربة، المفروض إن أنا ببتدي الرسم ديت في التجربة. إيه الرسم دي بتتكون من إيه؟ في عندي لو أي شكل أو أي كتلة ليها شكل معين او ليها شكل منتظم او شكل غير منتظم، في نقطه اسمها السنتر اوف ماس، حاجه اسمها المركز الثقل بتاع الجسم. التعريف بتاع المركز الثقل هي النقطه اللي بيرتكز عندها الكتله، اللي هي النقطه اللي ممكن من عندها اشد خط الاسفل واقول الوزن هو عند النقطه دي، بيرتكز عند النقطه دي. فادي الشكل غير منتظم، فاحنا نفرض ان النقطه اللي هيتزن عندها الجسم او النقطه اللي هيرتكز عندها الكتله هي النقطه اللي موجوده عندي. فانا رسمت خط أفق الأسفل بيمثل القيمة بتاعة الوزن عندي. فأنا عملت إزاحة للشكل ده، أدي تجربة البندول المركب. عملت إزاحة من المركز، من الوضع الإكوليبريم بوزيشن اللي بقيمة زاوية سيتا صغيرة بعيدة عن موضع الإتزان بتاعها، ومركز الثقل بتاعي هو النقطة دي. دي نقطة هيتزن عندها الجسم، يعني لو حبيت دلوقتي اخد الكومباوند بندلم واحطه في بالشكل ده، هلاقي ان قيمه الكتله اللي موجوده ناحيه اليمين بتساوي تقريبا قيمه الكتله اللي موجوده ناحيه الشمال. فهركز من هنا، ده يعتبر الوزن بتاعي نازل لاسفل. فادي هو متعلق، عملت له ازاحه بقيمه الزاويه 6 الصغيره. فادي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها السي او ام، هي السنتر اوف ماس. من هنا هنزل شعاع للوزن، ماشي، الوزن بتاعي نازل لاسفل هنا. قيمه الزاويه اللي انا عملتها بعيدا عن موضع الاتزان هسميها زاويه سيتا، وقيمة المسافة العمودية من نقطة الاتزان أو من مركز الثقل لغاية النقطة بتاع مركز بتاع الإيكوليبريم بوزيشن، أدي وضع الإيكوليبريم بوزيشن. المسافة من هنا العمودية لغاية هنا هسميها إكس، اللي هي دي، أدي المسافة إكس. الطول بقى بتاعي من نقطة التعليق لغاية مركز الثقل بسميه إتش. فأدي نقطة التعليق، النقطة اللي أنا معلق منها الكومباوند ويندر لغايه مركز الثقل، دي مسافه اسمها اتش، يبقى دي اسمها اتش. ولما اجي اعمل له ازاحه دي المسافه اللي اسمها اكس، وادي الزاويه سيتا، والوزن هيتكز من عند النقطه دي. فادي الاثبات بتاعنا. هنا بقى في الكومباوند بندلم مختلف عنها في السمبل بندلم، ان في حاجه اسمها عزم الاسترجاع، في حاجه اسمها تي اس. فعزم الاسترجاع يساوي قيمه القوه، ادي قيمه القوه ام جي، في المسافه العموديه بين القوه وبين موضع الاتزان اللي هي الاكس. فبدايه الاثبات بتاعه والاشاره السالبه طبعا ما ننساهاش، لان عزم الاسترجاع هو متجه زيه زي القوه، متجه زي القوه. فالقوه اللي هتعمل على الارجاع هي في نفس، في عكس الاتجاه بتاع الحركه. فنفس الكلام، عزم الاسترجاع لازم احط اشاره سالبه لو انت عايز تحسب القيمه بتاعه عزم الاسترجاع. فبنمشي في اثبات لغايه ما نوصل فيه للقانون النهائي اللي المفروض نشتغل عليه في الامتحان ونطلع القيمة بتاعت عجل الجاذبية الأرضية. بيقول القانون ده إن التي سكوير في الاتش بيساوي 4 باي سكوير على الجي في الاتش تربيع، زائد الأربعة باي سكوير على الجي في الكي تربيع. القانون ده بيقول إن الزمن الدوري تربيع في القيمة بتاعت الاتش حيث الاتش، وقلنا خلاص المسافة من نقطة التعليق لغاية مركز الثقل يساوي 4 باي سكوير على الجي اللي أنا عايز أحسبها في الاتش تربيع، زائد 4 باي سكوير على الجي في الكي. الكي ده بنسميه الراديوس اوف جيريشن، نص قطر الدوران، radius of gyration. ففي عندي هدفين للتجربة، بجانب تعيين عجل الجاذبية الأرضية عايز أعين ال radius of gyration، عايز أعين القيمة بتاعة الكي. طب إيه هو المفهوم بتاع الكي؟ تخيل معايا كده الكتلة ديت اللي اسمها M، عملتها كونتها سهرتها وشكلتها في صورة كورة، صورة كورة. فالكورة ديت أنا عايزها تلف بعزم مساوي للعزم اللي هيتحرك بيه الكومباوند بندلم. الكومباوند بندلم ده هيتحرك حوالين موضع الاتزان بتاعه بقيمه عزم اسمه المومنت اوف انرشا، عزم الدوران اسمه اي. فانا شكلت البندلم ده على شكل كوره وخليتها تتحرك وخليتها وعلقتها من نقطه، وعلقتها بخيط كده من عند النقطه دي، ورميتها على مسافه معينه. رميتها على مسافه معينه، فالمفروض ان هي تبقى المسافه دي على قد ايه؟ تبقى نص القطر ده. يعني ادي سهرت الكوره، سهرت الكتله وبقت موجوده بالشكل ده، فادي الوزن بتاعها لاسفل بالمقدار ده. فانا عملت لها ازاحه
بقيمه نفس قيمه الزاويه اللي اسمها سيتا. فالطول ده بيمثل القيمه بتاعه الكي اللي هو ريدس اوف جيريشن. لو كان العزم بتاع الكوره حوالين موضع الالتزام بتاعي يديني نفس القيمه بتاعه الاي. يبقى التعريف بتاع ريدس اوف جيريشن هو نص قطر للدوران اللي منه لو صهرت الكتله بتاعه الكومباوند بندرم كلها وشكلتها في صوره كوره بنفس قيمه الكتله طبعا وعلقتها بطول من الخيط وحبيت ان انا اعزم حبيت ان انا احسب عزم القصور الذاتي للكتله ديت حوالين موضع الالتزام بتاعها هيطلع لي نفس القيمه اللي هيطلعه لو كان الكتله بتاعتي غير منتظمه بالشكل ده فبسمي الطول ده الطول اللي اسمه كي. يبقى الريدس اوف جيريشن هي النقطه من مركز الثقل بتاع الكوره اللي المفروض ان انا سهرت الشكل بتاع الكومباوند بندلم ليها المسافه من السنتر بتاعها لغايه نقطه التعليق. عند نقطه التعليق ده هيديني قيمه عزم مساويه لقيمه العزم بتاع الكومباوند بندلم. ففي عندي هدفين، تعيين عامل الجاذبيه الارضيه وتعيين القيمه بتاعه الكي. فانا هرسم العلاقه بين التي سكوير في الاتش على الواي اكسس والاتش سكوير على الاكس اكسس. فالقيمه اللي في النص دي بتمثل القيمه بتاعه الميل وظهر معايا دلوقتي حد مطلق المفروض لو انا رسمت العلاقه ديت ادي التي سكوير في اتش وادي الاتش سكوير يطلع معايا خط مستقيم بس البدايه بتاعته مش من عند الصفر دلوقتي لان عند الاكس بتساوي صفر القيمه بتاعه الواي تساوي القيمه بتاعه سي ففي عندي مقدار مقطوع من محور الصادات في الاتجاه الموجب فهتطلع معايا مقدار شكل بالرسمه ديت القيمه دي بتمثل الحد المطلق اللي هو السي. يبقى ممكن عن طريق فرق النقطتين على الصادات وفرق النقطتين على السينات تجيب القيمه بتاعه الميل اللي هي بتمثل ال 4 باي سكوير على الجي واطلع منها عجل الجاذبيه الارضيه بتاعتي قد ايه. الهدف ده الهدف الاول خلاص حققته. الهدف الثاني بقى عايز اوجد القيمه بتاعه الكي ريدس اوف جيريشن فهجيب المقدار المقطوع من محور الصادات اللي هي السي ديت اللي هي تساوي 4 باي سكوير على جي في كي تربيع معوض بالمطلوب الاول بعجل الجاذبيه الارضيه اطلع بعد كده القيمه بتاعه الكي بقد ايه. يبقى ده النظريه بكتب فيها الاثبات لغايه ما اوصل للقانون النهائي واقول له ان انا هرسم علاقه بين تي سكوير في اتش على الواي والاتش سكوير على الاكس اكسس واطلع منها بعد كده قيمه عجل الجاذبيه الارضيه من الميل والمطلوب الثاني اجيب منه القيمه بتاعه الكي. ثالث حاجه بنكتبها الادوات. ايه الادوات اللي ممكن استخدمها في التجربه؟ زي ما هناك استخدمنا السيمبل بندرم هنا استخدم برضو الكومباوند بندرم بقى. تاني حاجه محتاج في القانون ده كله حاجه اقيس بيها الاتش فمحتاج مسطره رولر. تالت حاجه محتاج اداه اقيس بيها الزمن فمحتاج برضو ستوب ووتش. يبقى نفس الاجهزه اللي انا استخدمتها هناك في السيمبل بندرم لكن فرق هناك كان في سيمبل بندرم هنا اسمه كومباوند بندرم. زي ما اتفقنا الميثودز او الخطوات ديت مفيش نص واضح بنكتب فيه اول خطوه المفروض اعمل كذا تاني خطوه كذا ما بكتبش نص معين لكن الخطوه اللي انا بعملها بعبر بالاسلوب بتاعي. اخر حاجه اللي هي الريزلت النواتج اللي انا عايز اطلع منها الجي قد ايه والكي قد ايه. ففي عندي جدول المفروض ان انا بستنتجه مش بحفظه. اول عمود فيه اول خطوه عملتها قست الطول اللي اسمه اتش المسافه من نقطه التعليق لغايه مركز الثقل بتاعي. فاول عمود بيمثل المسافه اسمها اتش بالسنتي متر. المطلوب اللي بعده عملت ازاحه للكومباوند بندلم بعيد عن موضع الالتزام بتاعه واخليه يعمل كذا سايكل زي ما اتفقنا في السيمبل بندلم عشان اقلل نسبه الايرور هاخد كذا كومبليت سايكلز عشان اقلل نسبه الايرور فياخد الزمن اللازم عشان اعمل 10 كومبليت سايكلز. انا عايز الزمن الدوري يعني عايز اجيب الزمن بتاع 1 كومبليت سايكل فهقسم العمود ده كله على 10 اطلع منه الزمن اللازم عشان اعمل 1 سايكل. طيب القانون بتاع اللي احنا وصلنا له عايزين نرسم علاقه بين التي سكوير في الاتش في عندي عمود اللي بعده هاخد العمود ده كله واقوم مربعه في حاجه اسمها التي سكوير. طيب اخر عمودين بقى دول اللي انا هرسم علاقه بينهم. العمود الاول اللي هرسمه على الواي بيقول ان التي سكوير في الاتش فالعمود التي سكوير المفروض يتضرب في الاتش يطلع لي عمود جديد اسمه التي سكوير في الاتش. اخر عمود خالص انا عايز ارسم على الاكس اكسس الاتش ولا الاتش تربيع عايز ارسم علاقه مع الاتش تربيع. اخر عمود خالص اللي هو الاتش تربيع انا هاخد اول عمود وام ربعه خالص يبقى اول خلاص يبقى انا كده طلعت الحاجه اللي هرسمها على الواي والحاجه اللي هرسمها على الاكس اكسس. هاخد بقى كذا نقطه عشان احقق الكلام ده واوجد القيمه بتاعه الجاذبيه الارضيه.
فهياخد اتش 1 اتش 2 اتش 3 اتش 4 واملى الجدول بتاعي. طب فين الاتش 1 بقى؟ تعال نشوف كده على العامل المفروض نعمل ايه. فالاتش بتاعتي بالمسطره بقيس الطول من منتصف نقطه التعليق من هنا لغايه مركز الثقل. مركز الثقل اللي احنا بنبقى محددينه في الامتحان هو الخط ده. فقيس بالمسطره الطول بتاعي من هنا لغايه هنا ادي اتش 1. عملت ازاي هحط قيمه الزاويه سيتا الصغيره اللي اتفقنا عليها في التجربه ديت؟ يفضل لما تيجي تشتغل العملي تبص على التجربه من الجنب، عشان ما يحصلش ان الكتله بتاعتي تبقى لازقه في الحيطه او بعيده عن الحيطه. يفضل ان المسافه بين الكومباوند وبين الدوليا من فوق هي نفس المسافه اللي موجوده من تحت. فبايديا بالستوب ووتش وعملت ازاي هحط قيمه الزاويه سيتا، فدي كلها خطوط بتمثل زوايا سيتا، فانا هختار اي خط من الخطوط دي. فليكن على سبيل المثال هاخد الخط الاسود ده، يعني كل مره هبتدي من عند الخط الاسود. فعملت الازاحه بقيمه الزاويه سيتا وبالستوب ووتش 1 2 3 بسجل الزمن اللازم عشان يعمل الكومباوند بالدوليوم ده 10 كومبليت سايكل. خلصت اول صف بالنسبه له القيمه بتاعت الاتش قد ايه والزمن اللازم عشان اعمل 10 كومبليت سايكل قد ايه، وقسمت على 10 وربعت والتي سكوير في الاتش والاتش تربيع. اجي على المطلوب اللي بعده عايز ازود القيمه بتاعت الاتش، فاحنا هنختار اربع قيم بس للاتش. ففي عندي ادي كام فتحه موجوده على الكومباوند بندلم، ادي 1 2 3 4 5 6 موجودين، 7 فتحات موجودين عندي في الكومباوند بندلم. فهبتدي اولا بالقيمه بتاعت الاتش اللي هي اصغر قيمه موجوده فيها، اول فتحه هقابلها فادي اتش 1 قيمه الزاويه السيتا اللي اتفقنا عليها على الخط الاسود 10 كومبليت سايكل. خلاص خلصت اول عمود. هاجي على الطول اللي بعده، في عندي طريقين، يا اما اخد الفتحه اللي بعدها على طول يا اما اخد الفتحه اللي بعدها. فقلنا كل ما اجي ازود في القيمه بتاعه الاتش يكون الزمن الدوري بيزيد، كل ما اجي ازود القيمه بتاعه الاتش الاقي الزمن الدوري يزيد، فيفضل ان انا افوت اول فتحه واشتغل على الفتحه اللي بعدها. فدي لو كانت الاتش 1 هسيب الفتحة اللي بعدها واشتغل على الفتحة اللي بعدها. فادي قيمة الزاوية سيتا عند الخط الاسود الزمن اللازم عشان يعمل 10 كومبليت سايكل. يبقى كده عملت اتش 1 من النقطة دي واتش 2 من النقطة، فوتت واحدة واشتغلت على اللي بعدها، افوت اللي بعدها واشتغل على اللي بعدها. يبقى معايا كده هنا اتش 1 وهنا اقيس من هنا لهنا نقطة مركز الثقل من الفتحة دي اتش 2، افوت دي واشتغل على اللي بعدها كده اتش 3. عند النقطة دي اعمل ازاي بقيمة الزاوية سيتا رايح جاي 10 كومبليت سايكل. عايز كمان اتش افوت ديت واشتغل على اللي بعدها كده معايا اول واحدة لغاية اخر واحدة كده جبت القيمة بتاعت الاتش 1 لغاية الاتش 4 10 كومبليت سايكل وهكذا. يبقى كده مليت الجدول بتاعي بتاع الاتشات لغاية ما وصلت القيم اللي انا هرسمها على الاكس والقيم اللي انا هرسمها على الواي اللي المفروض تقع معايا نقط بالشكل ده. امر بقى خط مستقيم البدايه بتاعته او هناك في السم البندرم كانت البدايه بتاعتي من عند الصفر، هنا بقى مش عارف احدد البدايه ليا. فبالمسطره المفروض ان انا بميل بقى المسطره ديت تمر باكبر عدد فين، كده ولا كده ولا كده، فاشوف اكبر عدد يمر معايا قد ايه وامده على الاستقامه بتاعته يقطع معايا في محور الصادات. في القيمه دي بتمثل الحد المطلق اللي المفروض اطلع منها قيمه عجله الجاذبيه الارض، اطلع القيمه بتاعت الريدس اوف جيريشن اللي هو نص قطر الدوران. قبل اجيب القيمه بتاعت نص قطر الدوران بقى اطلع القيمه بتاعت عجله الجاذبيه الارضيه، فياخد نقطتين على الصادات ونقطتين على السينات. فدي لو كانت الواي 2 ودي الواي 1 دي الاكس 1 ودي الاكس 2، فالقيمه بتاعت السلوب تساوي واي 2 ناقص الواي 1 على اكس 2 ناقص الاكس 1. الكلام ده يساوي من المعادله الاربعه باي سكوير على الجي، اطلع من عجل الجاذبيه الارضيه بكام. اجي على المطلوب اللي بعده اجيب القيمه بتاعت السي من على الجراف ده، كله بيبقى جراف الرينج بتاعه معروف، فاطلع القيمه بتاعت السي بقد ايه اسويه بالمقدار ده كله، والجي جبتها من المطلوب الاول اطلع الكي بقد ايه. كده اسمه ريدس اوف جيريشن، فالمفروض التمييز بتاعه يطلع بالسنتيمتر ان هو طول. دي كده تجربه الكومباوند بندلم، التجربه الثانيه في المعمل.